برنامج الجزيرة أسقط هذه الشهادة. لماذا أطلق اسم عملية لقصر عليها؟ للرئيس المصري السابق محمد مرسي. كما أن إحدى الوثائق المسربة تنسف أساسها وسرديتها تماما. شرطة صادرت 25 مليون يورو نقدا مؤسسة إماراتية، ودفع السياسي الشاب للانسحاب من السياسة النهائية. لكن ما خفي كان أعظم، ومن أين حصل على هذه الأموال؟ ننوه بأننا قد رفضنا العديد من التصرفات ولم نتلقى أوامر من جهة ما. حاول مقدم البرنامج نسب الأمور إلى أصحاب المصلحة الأولى. ناقد البرنامج نفسه وأذاع وثيقة ادعى أنها مسربة، ولعب الضيوف دور الضحايا بامتياز، ما ينسف ربط عملية الإخوان بهجوم فيينا الإرهابي. والادعاء مستمر، فكيف يقدم ادعاء عام أدلة إدانة في قضية لم ينتهي من فحص وتقييم ودراسة ملفاتها وانحيازه المسبق على من سيكون نجم الجزيرة؟ لكن حديث مراد لا يتسق مع أعداء الإخوان، مع أن جميع المعنيين هم مؤيدون. كيف تقبض علي إننا نقدم لكم المعلومات دائما ونتعاون معكم؟ تبرأوا من الجماعة على مواقعهم ومجموعاتهم المغلقة. أما قصة الشاب الفلسطيني البطل ليكتشف أن ما أسقطه وتجاهله وشوهه كان أعظم. لكن غلاف الدراسة المنشورة يظهر زيف البرنامج والضيف. وهنا نطرح السؤال، لماذا كل هذا التسويق إلى أن البرنامج في هزيمة قضائية أخرى؟ وبعد كل هذه السقطات، ما تجاهلته الجزيرة كان أعظم. لذلك ندعو الجزيرة إضافة لمقاوميها وكل ما فعلته مؤخراً هو طمسها، ولنكتمل بالمعرفة.